هل تجوز قراءة سورة الفاتحة مع الإمام؟ هذا رأي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يجوز هذا. أما جمهور العلماء فيقولون قراءة الإمام لك قراءة، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه بعضهم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.